استوضح المزيد من رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان. مرحبا بك استاذ رامي. هذه العملية يعني تبدو ما يفوق 100 غارة جوية خلال 24 ساعة، هل هي فعلا رد على هجمات تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية التي اتخذت مؤشرا تصاعديا ضخما خلال الأسابيع القليلة الماضية، أم هل إنها حملة متوسطة إلى بعيدة المدى لإخراج أو للقضاء على مواقع التنظيم في المنطقة؟ طبعا هي مساء الخير. أولا حملة متواصلة من قبل القوة الجوية الروسية في البادية السورية في محاولة للقضاء على خلايا هذا التنظيم الذين أوجعوا النظام حقيقة الأمر بشكل كبير جدا خلال الأشهر الفائتة من خلال عملية استهداف ما يعرف بحافلات المبيد واستهداف صهاريج الوقود التي تأتي من مناطق سيطرة قسد. لذلك روسيا تحاول الاستهداف ما يعرف بمغر وكهوف يتحصن بها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، أو قد تصل بأن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية يتحصنون بها في البادية السورية من أجل شن عملياتهم على قوافل قوات النظام أو القوافل التي تسير في البادية السورية. وشاهدنا سابقا كيف قام عناصر التنظيم بسرقة الماشية، باستهداف من يتعامل مع النظام في بادية الرقة، بادية دير الزور، بادية حماة، بادية حلب. أي أن التنظيم نشط بتلك المنطقة ويعتمد على أسلوب ما يعرف بصيد الفريسة، ترصد أي أرتال لقوات النظام ويجري استهدافها. ما تقوم به روسيا منذ بداية العام أو منذ الأشهر الفائتة حقيقة الأمر شن غارات مكثفة على تنظيم الدولة الإسلامية، ولكن هي منذ بداية العام وحتى اللحظة أكثر من 1270 ضربة جوية استهدفت بقعة جغرافية كبيرة من الأراضي السورية. هذه المنطقة التي نتحدث عنها تفوق مساحتها يعني 7 أضعاف مساحة لبنان. ثمة رقم آخر مثير للانتباه، دائما حسب بيانات المرصد 1300 من أفراد الجيش السوري قتلوا خلال العام المنقضي، يعني منذ مارس أو العامين بالأحرى منذ مارس 2019. هذا عدد كبير، وتقرير لمجلس أو للجنة مختصة في مجلس الأمن بأن حوالي 10,000 من المقاتلين النشطاء التابعين للتنظيم لا يزالون ينشطون في سوريا وفي العراق. يعني هذه مشكلة نائمة. الانطباع السائد أن الدولة السورية والحليف الروسي تمكنوا من بسط السيطرة على كامل التراب الروسي، ما خلا وضع إدلب طبعا. لا لا على الإطلاق، لأن لم يسيطروا على أي شيء. وأنا يعني عندما قال ترامب بأنه اليوم يحتفل بإنهاء تنظيم الدولة الإسلامية، قلنا حينها بأن نعم تنظيم الدولة الإسلامية انتهى في الباغوث كمسيطر على مناطق مأهولة بالسكان، ولكن تنظيم الدولة الإسلامية لم ينتهي يعني كخلايا كعناصر توارو بين المدنيين. هو سيعود إلى العمل كان جبل أبو رشبيل. معناته أنه لديه حاضنة اجتماعية، هذا هو التفسير الوحيد المتبقي. لا، البادية لا يوجد فيها بشر حتى يكون لديه حاضنة اجتماعية. يوجد البادية السورية، هي تشكل نصف مساحة الأراضي السورية، ولكن نعم في مناطق شرق القرى في دير الزور نعم، لو لم يكن هناك حاضنة شعبية كيف اليوم يا تنظيم الدولة الإسلامية يستهدف عناصر متعاملين مع استخبارات قسد في بلدة البصيرة؟ من يقوم بوضع هذه العبوات؟ وأن لم يكن لديها حاضنة شعبية كيف يقوم تنظيم الدولة الإسلامية باختطاف قياديتين عربيتين من الإدارة الذاتية في جنوب الحسكة بعد تهديد ويقوم بإعدامهن؟ أي أن هناك تنظيم الدولة الإسلامية لديه الآلاف من خلاياه، ومع الأسف قوات سوريا الديمقراطية تقوم بالإفراج عن بعض سجناء تنظيم الدولة الإسلامية بوساطة عشائرية متواجدين في سجونها. أشكرك جزيلا على هذه التوضيحات رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض من كوفنتري هنا في إنجلترا.